طيب مزايا اساسا انا بلجا لغايه الرش ليه؟ ان انا هذا النظام عندي في بيتر كنترول على الاماونت ريت بتاع الميه. انا بقدر اتحكم بطريقه كويسه في عمليه الايه؟ الري. كمان الافشنسي بتزيد. ليه؟ لان ما بيبقاش في ديبريكيشن تقريبا من مايز او الران اوف غصب عنها يبقى ران اوف لان ما بتعملش لاند شيبنج ودي ميزه كمان ما بتعملش اي لاند ليفلنج او شيبنج على مشكلات الاراضي او التصوير. من شروط الري السطحي ان انت لازم تعمل اعمال التسويه. ما ينفعش ري سطحي والارض المناسيب بتاعتها ايه؟ مختلفه. يبقى لازم تعمل عمليه تسويه. انما المودرن اريجيشن سيستم الرش لا انا ممكن ازرع الارض على طبيعتها. او لو عملت تسويه اعملها في حدود ضيقه مش كتيره يعني. بحيث ان انا بقدر اتلاقى مع الارض. كمان في افيشنت يوز لللاند. ان انا ما عنديش مصارف كتير، ما عنديش فرع كتير. فبالتالي المساحه المزرعه بتبقى اكبر من حاله الري الايه؟ الصحي. يمكن احنا قلنا قبل كده اي واحد عنده فدان ارض اراضي اللي بتقول له ري سطحي لما يجي يلاقي الفدان 24 ايرات عمره ما يلاقي 24 ايرات. لا 20 19 21 هو بقى هو نصيبه من المسائل والترع والمصارف والحاجات اللي موجوده والطرق. طبعا في مزايا تانية بس هنلاقي في عيوب، هنلاقي في عيوب. العيوب بتاعته بقى يعني احنا قلنا كمية المية والافشنسي وقلنا اللاند يوز وقلنا ان ما فيش ران اوف وقلنا كمان ممكن يبقى الليبر يبقى اقل من حالة الري السطحي. كل دي مزايا. اما العيوب اهم عيب هو الانيشال كوست بتاعته بتبقى عالية. كنا بنتكلم من الفدان قبل كده بنتكلم حوالي 1000 دولار. كان الدولار 5 6 جنيه. قبل كده كان 4 دلوقتي الدولار 18. يعني عمليه صعبه جدا ان اي واحد يقلب ارضه. حتى لو تخيلنا ان النظام بتاع الري سمح لي ان انا اقدر اغير نظام الري صعب جدا. ليه؟ فلوس. فدان عايز 1000 دولار مثلا. مين هيدفع الفدان 18000 جنيه؟ او حتى اقل 15. مش هيقدر. عنده بقى 5 و10 فدان يدفع فلوس دي منين؟ بالاضافه الى ان الاراضي القديمه في الوادي والدلتا نظام الري الرئيسي او نظام توصيل الميه مش مهيئ لنظام الري الرش او الحاجه اللي قلنا ليش الفوز الانرجي ريكوايرمنتس بتاعتنا بيقابلها في حياته بيبقوا اوفياء جدا يعني. في ناس لما يعرفوك بعد كده ايه؟ ينسوك يعني. فانا من ضمن الناس الكويسه الاوفياء يعني. نرجع لكلامنا كنا بنتكلم عليه يعني العيوب قلنا الانيشال كوست عاليه الانرجي المطلوبه سواء كانت بقى كهرباء او ديزل او دي قصه وتكلفه ومشاكل. فبرضك دي من ضمن العيوب. المينتنس الرننج كوست المستخدمه كل دي من ضمن الايه؟ العيوب. في عيب كمان اللي هو المناطق المفتوحه قوي اللي يبقى فيها سرعات الريح عاليه وفيها درجه حراره عاليه. ده بيخلي البرفورمانس بتاع السيستم مش كويس. يبقى في بور برفورمانس للسيستم في المناطق اللي فيها سرعات الريح عاليه ودرجات حراره عاليه. ليه بقى؟ لان الري بيتم ازاي السطح؟ الري هنا هذا الرشاش راكب على رايزر كده هنا في الارض يرش الميه. ده واحد من الخطر. لو في هنا رياح جايه كده من هتزق ليه؟ هتزق الدار الرش دي وبالتالي التوزيع الداخل هنا مش منتظم تحت ليه؟ مش متماسك تحت الرشاش. لكن لو انا في المعمل هلاقي ده يعني متماسك في درجه رش مظبوطه. هتلاقي الرش على الارض كله ايه؟ مظبوط. ولما تكون درجه الحراره على ما تنزل على الارض هنا درجه حراره عاليه فبالتالي البخر هيبقى ايه؟ عالي.
فده بيبقى مش كويس في حاله المناطق اللي فيها الرياح عاليه والحراره هناك عاليه. طيب الانواع بتاع جزر الرايب الرش، الشكل اللي قدامك واخدين حاجه كده البامبا يبقى بعمل حاجه زي حرف الاتش كده وبعدين عليها الخطوط الطوليه. الشكل ده عباره عن سيستم المواسير مرصوص على الارض، مش على الارض في سطح الارض، لا ده كلها مدفونه تحت الارض. الحاجه الوحيده اللي بتظهر هو الرايزر مصوره طالعه كده وعليها ايه؟ سبريكلر ريد اللي بيرش الايه؟ الميه. لو كل السيستم ده موجود بنقول عليه فيكسد سيستم. فيكسد يعني ايه؟ ثابت. طيب التركيبه دي مكلفه جدا. احنا ممكن نوفر شويه فنقول حاجه تانية اسمها سيمي سوليد او سيمي فيكسد سيستم اللي هو شبه او شبيه بانه ايه؟ يكون ثابت. ايه بقى اللي يكون نقدر نشيله او نغيره؟ ان انا اقول ايه؟ اجي في جزء من الارض اخلي بس الرايزر ده برشاش موجود في جزء وبقيه الارض لا. لكن المواسير كلها موجوده تحت الارض بس الرايزرز بالرشاشات دي هوفر شويه. يعني مثلا اقسم الارض على اربع ارباع مثلا احط الربع فيها الرايزرز بالرشاشات. بعد ما اخلص الربع ده اقفل الميه وافك دول انقلهم في ربع تاني. انا بدي مثلا كربع يعني. بعد ما اخلص الربع الثالث وبعد كده الربع الرابع. يبقى انا بدل ما اخدت لو عندي كميه من المواسير كتيره بدل ما اخد الرشاشات والرايزرز دي في كل الارض لا اخدت الربع الارض بس. انا وفرت في الايه؟ في التكلفه شويه. الشكل اللي قدامك البامب وهتدي خط سمين لاين وبعد كده سب مين وبعد كده الخط اللي بالعرض ده المانيفولز وبعدين الخطوط الرئيسيه دي اللي هي اللاترالز اللي راكب عليها الايه؟ الرايزر بالسبرينكلر هيد. دكتور نعم بدل ما انا اخد المواسير دي مش هجيب حد يعمل الموضوع ده هو هنتكلم ما هو بالظبط هيبقى في عماله اكتر في كمان نسبه الدمج اللي بيحصل اعلى فيبقى الريبليسمنت هنا اكتر حاجات على حساب حاجات هقول لك اثبت ايه سي ان الفدان هيكلفك 15000 جنيه الشويه دول تمنهم مثلا 5000 جنيه طب انا معيش ال 15000 دول كلهم خلاص هعمل واوفر 2000 3000 جنيه 4000 جنيه من السيستم بتاعي مقابل ان انا ايه هقدر ادفع بالتقسيط بقى اللي هو الايه العماله والحاجات اللي ممكن تتغير وتتكسر وتتغير خلاص دايما هي المشكله العقبه الكبيره في المبلغ الاولاني اللي هدفعه لما واحد يروح يشتري شقه ولا يعمل حاجه ويشتري عربيه العقبه في المبلغ الكبير الاول اما الباقي القسط ده بقى انت عارف ظروفك تبتدي ايه تشتغل مع الوقت يعني فهو مش مشاكله كلها او معظم المشكله الكبيره جدا في المبلغ الاول اللي هيدفع القيمه الكبيره اللي تدفع في الاول بتاعت السيستم طيب يبقى عرفنا بقى اللي هو الفيكسد والسيمي فيكسد انا قلت فيكسد كل حاجه موجوده كله موجود العصر كلها من اي تو زد للارض كلها السيمي فيكسد بشوف ايه اللي انا ممكن اخفه اللي يتخف هو الرايزر بالرشاش الرشاش ده كان زمان بيتعمل اللي هو السبرينكلر هيد كان بيتعمل من زمان من النحاس او ماتيريال ذات قيمه ها فاكتشفوا ان الناس بتسرقه واحد يعدي يروح سارق ليه؟ العادي كان بيسرقوا غطيان البلاعات مثلا او يقطعوا كابلات الكهرباء فعملوها ايه بقى؟ وطبعا مع التطور السريع في المواد البتروليه والحاجات دي قلبوها كلها بلاستيكات. البلاستيك ده ممكن تحلو يتكسر. ما ياخدوا يعملوا ايه اصلا لو حجمه كمان؟ مش هيعرف يبيعه. فممكن يتكسر. فكله دلوقتي من المواد البتروليه يعني. الافضل. طيب في الشكل ده قدامك ده على حسب الارض دي انت مقسمها ازاي مربع ولا مستطيل ولا ايه؟ المهم ان في الاراضي الجديده اقدر اعمل اشكال ريجولار كلها منتظمه واقدر اعمل مساحات كلها قد بعضها عادي جدا فيبقى التوزيع والشكل سهل بالنسبه لي. الاراضي القديمه من ضمن الصعوبات ان الباوندريس مش ريجولار بين الناس وبعضها والاشكال والاراضي مساحتها متفتته اللي عنده فدان اللي عنده نص اللي عنده ربع اللي عنده خمسه كل المساحات متغيره حاجه في شكل تاني ده بنقول عليه حرف الاتش اللي هو حرف الاتش بالساعه
في شكل ده على حرف النون. خط خط كده وعملت الخطوط كده، بقى في شبكه رئيسيه وعملنا عليها اللاتر الرايزر اللي هي الخطوط الرئيسيه. طيب سواء فيكسد ده كان في الفيديو بيوري الشعر بيتحرك بقالك الرش حاجه كده بس مش شغال. طيب النظم اللي انا قلتها لك فيكسد اسمه فيكسد، كل الخطوط مدفونه تحت الارض ما عدا الرايزر بالرشاش، يبقى انت مش هتشوف على الارض الا ايه؟ المواسير الرئيسيه دي. ارتفاعها في المعتكله متر متر ونص ولا حاجه كده بكتير. فوق سطح الارض. خلاص؟ يبقى انت مش شايف غير المواسير اللي طالعه من كده. عليها رشاش. وكله مدفون في الارض. طيب. عملوا حاجه ثانيه اسمها الموف ستوب او السيك موف. قالوا ايه بقى؟ طب برضو يعني تخيل كده الخطوط الفرعيه اللي عليها الرايزرز متكرره مثلا كل 12 متر. كل ايه؟ 12 متر. والرشاشات دي بالرايزرز متكرره على الخط الواحد كل 12 متر. فلو فرضنا خط طوله 120 يبقى عليه كام رشاش وكام رايزر؟ 10. ولو عرضه مثلا 120 او 240 كبر شويه يبقى عليه كام؟ 20 ايه؟ 20 خط. يبقى 20 خط وكل واحد عليه 10 ايه؟ رشاش. كميه مواسير ايه؟ كتيره. بالاضافه للخطوط الرئيسيه للبمب الحاجات دي. ففكروا شويه قالوا ايه؟ طب انا ليه اعمل 20 خط؟ ما ممكن اعمل حاجه اسمها موف ستوب او سيت موف اللي هي ايه؟ اجيب جزء من الارض انفذ الشبكه ولما اخلص انقل الشبكه دي مكان تاني ومكان تاني اوفر اكتر. طيب اللي انقله ده هل يبقى ينفع يكون مدفون في الارض؟ لا ما ينفعش. مش معقول كل شويه اقعد احفر ورد واحفر ورد، ما ينفعش. الزراعه مش هتتم مش هتنفع. فقال لك يبقى شرطه ايه؟ لازم يكون فوق سطح الايه؟ الارض. يعني الخط اللي كنت رسمه ده زمان بيتعمل من المواسير اللي بتتنقل دي اللي هي الالومنيوم، عشان الالومنيوم ايه؟ كان خفيف. بس ده عرضه بردك للدمج والكسر وعايز عماله ومشاكل كتير. بس ميزته ان انا ايه؟ بوفر اوفر كتير في تكلفه الايه؟ السيستم بتاعه. طيب انقله ازاي بقى؟ عملوا تصنيف طبقا للنقل. اول حاجه الراجل الغلبان اللي واقف ده شايل على ظهره على ايده على كتفه كده الايه؟ الخط. فسموه هاند موف. فك الماسوره ولو هي قصيره الواحد يروح حاطها على كتفه ونقلها. طويله شويه مع واحد قصاده يبتدي ايه؟ ينقله من مكان لمكان. فده بيسموه الايه؟ الهاند موف سيستم. ايه في حاجه ثانيه قال عشان نخفف شويه الاعباء على الناس عمل حاجه اسمها السايد رول. سايد رول ركبه على عجل بدل ما يشيل على كتفه وينقل لا يزق الايه؟ طيب ممكن يخففوا اكتر يركبوا مواتير مع الايه؟ مع العجل ده يبقى بيشتغل الموتور وينقل من مكان لمكان. في نوع ثالث تحت اهو اسمه اند تول. اند تول يعني ايه؟ يعني بيتجرب من مؤخرته او من نهايته. ده عن طريق في الجرات الصغيره دي اللي عامله البيتش باك او اكبر شويه بيقطب فيها الخط ويجره وينقله ايه؟ لمكان اخر. دول الحاجات المشهوره في النقل يا اما هاند موف
يا اما سايد رول يا اما اند تو باي طريقه، ممكن اي طريقه ينقل الخط ده من مكان لمكان. في حاجه ثانيه بقى قال لك هو يعمل ايه بقى؟ فيكس سيستم ده حاجه لما تيجي تشوفها بتروي هتلاقيها بتروي ايه؟ مساحات صغيره 5 10 20 فدات. قال لك عايزين نعمل حاجه اسمها كونتينيوس موفينج. الكونتينيوس موفينج يعني ايه؟ يعني هو اداه بيتحرك بيتحرك بالسرعات. زي ايه؟ زي السنتر بيبوت. السنتر بيبوت ده نظام بيروي ارض على شكل دايره. احنا مش هنقعد نقسم دوائر. لا هي فعلا بتبقى سكويرز او مربعات. وجواها المروي اللي هو الايه؟ الدايره. فتشوف مثلا ادي الدايره بتاعتنا ايه؟ وادي المركز وادي اللقطه. يبقى هو اللقطه الواحده مش غيره، خط واحد مش مجموع خطوط. بس هو ايه بقى؟ طوله هنلاقيه مثلا 350 400 متر. لو خدنا مثال ال 400 متر وحسبنا مساحه الدايره دي هنلاقيها 120 فدان. يعني غيره كام؟ 120 فدان. ده ميزه ان سيستم واحد ممكن يبقى عليه عامل واحد او اثنين يشتغلوا ب 120 فدان. ال 120 فدان في الراي رشر التقليدي ده لو خدت من كل واحد حتفه 10 فدادين يبقى هم كام قطعه؟ 12 قطعه. مع عماله كتير وشغل كتير ومواسير كتير وقصه كده. بس برضه السيستم ده مش سهل، السيستم ده مكلف جدا بالنسبه لمليون او اكثر بثمنه. جنيه مصري او اكثر من كده ممكن. بس ميزته ان انا بجمع مساحه كبيره ومستثمر ينفع ايه؟ يعمله. بس من ضمن اشتراطاته ما ينفعش اجي على ارض بقى عباره متباينه في الليفل واعمله، لا يبقى تقريبا الارض تكون بتاعته ايه؟ مستويه. تكون مستويه. تلاحظ في الشكل اللي قدامك ال 400 متر هو لترال واحد بيلف ياخد الدايره دي في يوم. اليوم هنا مش 24 ساعه بقى عشان لازم السيستم ده ايه؟ يريح. ممكن يكون 16 لغايه 20 ساعه، حاجه من 16 17 18 اي رقم من الارقام دي. طيب وده سيستم فولي اوتوميتد، يعني كله بالاوتوميشن شغال متبرمج ويشتغل ومفيش مشاكل، يكفي عامل واحد بس يلاحظ او يراقب السيستم ده وهو شغال. او اثنين عشان اقول مش ال 400 متر دول بقى، لاحظ بقى كده ده بيلف كده. يعمل الدايره دي في 20 ساعه مثلا. هيتحركوا ازاي ال 400 متر دول؟ هل في ماسوره طولها 400 متر؟ مش ممكن. ها؟ ولا خراطيم، ده مش خرطوم. ده ماسوره مواسير. هذا 400 متر. تلاحظ ان احنا عاملين ايه؟ يعني السيستم اللي بتتكلم بالدرجه دي ابراج ايه موجوده ايه؟ وعلى عجل. المسافه دي من برج لبرج حوالي من 50 ل 60 متر. يبقى هو لو 400 وهو كل 50 يبقى هم الثمان وصلات. 8 بيلف دي نقطه المركز وبيلف كده. طب هيلفوا ازاي ال 400 مع بعض؟ هيلفوا ازاي؟ هيبدا من بره مش من عند المركز. ده هيتحرك كده. وبعد كده دي تروح لحقها كده. دي لما تعمل كده تروح جايبه اللي بعديها كده. يفضل بقى كده 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 لغايه ما يوصل للمركز. يكمل يفضل ايه؟ يلف الايه؟ الدايره بتاعها. طيب هو بيلف دايره، السرعه على طول الخط هنا ثابته ولا متغيره؟ متغيره. كل ما اطلع لبره السرعه بيغيرها لايه؟ بتزيد. يبقى لو تخيلت الرشاش اللي موجود في الاخر هنا ورشاش موجود في الاول هنا، ده بيلف اللفه الصغيره دي في 20 ساعة. ده بيلف اللفة الكبيرة دي في كام؟ نفس ال 20 ساعة. يبقى لازم السرعة ده تكون ايه؟ أكبر. يبقى ده مش هيقعد على الأرض كتير. على أي قطعة أرض بيجري عليها. أكتر من ده يبقى لازم التصرف بتاع ده غير ده. يبقى الريت والديكيشن هنا أعلى من ده. خلاص؟ في بقى نظامين لرص الرشاشات. يا إما المسافات متساوية والرشاشات غير متساوية في النموذج. أو العكس. المسافات متغيرة
والرشاشات لها نفس النموذج. خلاص؟ احنا مش هنعمل تصميم النموذج ده عشان ما فيش وقت لينا ان احنا نعدي على هذا ده اللي قال لك دوائر الرش بتاعته. طيب خلي بالك بقى ده الدايره دي هي جزء من المربع كده. صح؟ طب الجانب بتتضرب ازاي؟ لو عايز اقول يركب في الحته دي كده رن بحيث هو بيلف يروح ما تكمله البرمجه بقى تاخد رشه ايه؟ المناطق بتاعت الايه؟ الاركان. ده بيلف دايره ده تسلسل بيبر سنتر بيبر. في نوع تاني اسمه لينير مود. لينير يعني ايه؟ يعني خطي مش دائري. ها؟ يبقى هو بيشتغل ازاي؟ يمشي كده. ها؟ في اتجاه ثابت. ده كان بيلف كده فالسرعات متغيره، لكن ده كله ده هيمشي كده. السرعه ثابته. خلاص؟ يبقى شبيه بالقديم بس الحركه دي معالجته مختلفه شويه عن اللي فيكسد مكانه او واقف مكانه. احنا هناخد تصميم الواقف مكانه ومالناش دعوه بالايه بالمتغير دلوقتي. ده اللي عباره عن ايه؟ النظام اللي قدامنا عباره عن عربه اهي قدامك واوبن ديتش ومواسير بتاخد ميه من الديتش ده وتضخ في الخط ده. الخط ده برضك اللترال الواحد قد يكون طوله 300 400 متر برضك. طويل. ما ينفعش يبقى كانتليفر كده المده المسافه دي، لا برضك وعلى ايه؟ على ابراج برضك كده. بس كله ماشي مع بعض بنفس السرعه. العربيه بالابراج دي ماشيه كلها مع بعض بنفس الايه؟ بنفس السرعه. ممكن يكون مصدر الميه ديتش او ممكن يكون بير وبيتوصل بفليكسبل هوز اللي هو خرطوم فليكسبل متوصل بالعربيه والعربيه ماشيه بالابراج وتسحب الايه؟ الميه عادي. ممكن لو الديتش يبقى الترمبه غطسه مع الجزء المتحرك او هي في العربه وبتمص الميه وتضخ الاساس العربه. ده احد النظم في نظام كمان اسمه ترافلر جن. جن يعني مدفع مش كده؟ زي الطاقه كده. ده واحد يعني ده بيستخدم في الحدائق العامه وحاجه كده. عباره عن عربيه صغيره كده بتطلع دفعه ميه وترش تتراجع يعني كده بترش شرايح كده صغيره ترش وتتراجع ترش وتتراجع وهكذا. ومصدر الميه عباره عن فليكسبل هوز يعني خرطوم فليكسبل وبكره بيلف حواليها او يفك او يلف السيستم. في نوع منه بيبقى زي العربه كده بيبقى عامل زي التلفزيون. ازاي؟ ان في كيبل علوي وهي الجنة متعلقه فيه وطبعا المصدر الميه معاها وهي ماشيه بتجري بسرعه رايحه جايه كده على الايه؟ وهي عاليه والميه تروح تنزل على الارض. خلاص؟ بره دي بتاخد شريحه وتنقل شريحه ثانيه وثالثه ورابعه وهكذا. على حسب انت هتلغي ايه والجنان هتشتري السيستم اللي انت عايزه. اللي احنا بقى هنصممه مش هنصمم الكلام ده كله خالص. هناخد النظام السابق فيكسد او الهاند مو او السيف مو او مو ستوب. لو انا احسب بس حسابات الميه اللي بتحسبها كل مره اللي هو الريد الافيلبل ووتر النت دبث الجروس دبث الريجيشن فريكونسي الريجيشن اور او الريجيشن تايم بنقدر نحسبها من حساباتنا العاديه اللي احنا قلناها قبل كده كذا مره. بس الغرض من ده لو انا هرمي مثلا ايه؟ حسبت الفريكونسي طلعت اسبوع يبقى انا هرمي كل اسبوع. لكن في الغالب انا هشتغل في النظم دي ان انا هروي يوميا يبقى كونتينوس اريجيشن. يبقى لما هروي يوميا يبقى انا يا دوب على قد قيمه الايفابوتراسبريشن اللي خارج وازود شويه عشان الافشنسي. ويبقى الاريجيشن فريكونسي هي يوم او الاريجيشن انترفال هي ايه؟ هي يوم. الموف ستوب ممكن تبقى كده وممكن تبقى لا هنعمل ايه؟ اللاتر اللي موجود هنا اشتغل النهارده وبطله واقف واجي بكره انقله لحته ثانيه.
وبعد بكره نروح حته ثالثه ورابعه وخامسه. لما يرجع لميعاده مكانه الاولاني هو ده الفريكونسي بقى او الانترفال اللي عدت عليه. خلاص؟ يبقى عندي النوعين، يا اما ايروي كونتينوس اريجيشن وغالبا ده الفيكسد سيستم، يا اما ايروي بايريجيشن انترفال او فريكونسي وغالبا ده بيبقى فيه الموف ستوب او السيت موف. تخيل ان سرعه الريح هاديه مش مشاكل، فبدي ريت ابلكيشن زي ما انا عايز. لكن انا لما بطلع من النظم دي غالبا في المناطق الصحراويه في الاوقات اللي فيها رياح بتبقى سرعات الرياح ايه؟ عاليه، وخصوصا لو كانت مناطق سرعات الرياح فيها عاليه اصلا. تلاقي يحصل ازاحه لدوائر الرش او للرش، يبقى الهواء يزيح الايه؟ الميه اللي نازله من الشط. الميه دي نازله على صوره ايه؟ نقط او رذاذ ميه نازل من الرشاش نازل على الارض. خلاص؟ يبقى لازم ما يقلش عن قيمه معينه عشان تقدر تتغلب على الهواء وتنزل، والا الهواء يشيلها. فغصب عني بالاضافه الى ان انا في النظام الري ده ما بعملش تسويه للارض، ده انا هزرع الارض على طبيعتها، ففرصه الرنوف يجري لها ايه؟ موجوده. يبقى انا غصب عني بقى ممكن عشرة لتر مش كده، وبالتالي حته الشيب دي هتخسر. بس الكلام ده انا بتكلم على نقطه، انا بتكلم على حقل بقى، فالجريان كله على الارض كلها في نفس الحقل، مش هيخرج بره الحقل، فكله بيحصل له انفلتريشن تاني. يبقى انا الريتم اديكيشن ده هحاول اقلله، بس لازم اتغلب على الايه؟ على العوامل الموجوده. فلو عندي الفك الظروف العاديه ده القيمه بتاعت الريت ابلكيشن الاخير ده سواء في السي، هلاقي الريت ابلكيشن اي ار او نسميه اي ار لو انت عايز بيساوي اف سي على فك الوظيفي ده من 1 إلى 2. بس ده لو كانت الفلتريشن ريت الاخير قيمه كبيره مثلا. انا بتكلم مثلا الاف سي دي 40 مللي في الساعه، يبقى انا اقول ايه؟ اخد ابلكيشن ريت تقريبا 20 25 مللي في الساعه. لكن افرض هو اصلا صغير، السويل دي بتديني انفتيشن ريت ضعيف. اولا في الانفتيشن ريت ضعيف مش هينفع الري بالرش اصلا. ليه؟ احنا بندي كميه ميه قليله على ارض البنتريشن فيها ضعيف، هيبقى البخر عالي. لذلك الري بالرش ده هتلاقيه في الاراضي الرمليه، لان ما ينفعش في الرمليه اعمل سطح، لكن ينفع اعمل ري بالرش. فلو لقينا مثلا ريت ابلكيشن ضعيف قوي، لا ما ينفعش ري بالرش، هيحصل تراكم للميه ويحصل بخر عالي. لكن خلينا في المعتدل
20 30 مللي في الساعه اخد الريتم ابلكيشن ممكن زيه واكمل الايه الشغل بتاعي. المكونات بتاعت السيستم لو خدت كده من البدايه هلاقي البمب مصدر الميه اخد منه البمب تدي السيستم المواسير سيستم المواسير في النهايه يظهر لي رايزر ورا الشرطه. لما تيجي تبص عليهم بقى بالعكس انا شايف قدامي بعينيا ايه؟ اول ما اشوف اشوف ايه؟ الرشاش. يبقى اشوف اول حاجه الرشاش ثم الرايزر ثم تحت الارض المجموعه الايه؟ المواسير وبعد كده البمب وبعد كده في حاجات ثانيه مع السيستم يبقى رشاش رايزر سيستم بايرز البمب ثم القطع على الحاجات الصغيره اللي موجوده زي ماسوره خالف من ماسوره بقينا في ايه؟ حرف تي. ماسوره لها قطر انتقلت لقطر اصغر في ريديوسر اللي هو المسلوب في النهايه طبق اللي هي الاند بلاج في فلترز في جيجز في فالفز في كابلرز اللي هي الوصلات ففي حاجات بتبقى موجوده مع السيستم. فدي المكونات او العناصر الرئيسيه اللي موجوده في السيستم بتاع راي بالفراش. دكتور نعم ايه الثاني واحده على الكبر اشوفها بس الجاستس دي بتبقى زي الجوالات كده ان انت عندك ايه؟ لما بتركب ماسوره في ماسوره في طرق كتير للتوصيل هنا. الطرق السهله الحاجه اللي اسمها راس وديل كده. الراس وديل دي غالبا بيبقى لها لازم لها ايه؟ جوان. طريقه بقى ان ده يقفل ممكن يقفل في الهيدروليكس بقى ازاي؟ ان ضغط الميه نفسه يخلي قفل وايه؟ ضغط عليه وقفل. وممكن يبقى حاجه خارجيه زي الافيس كده اللي انت بتربطه. خلاص؟ في بقى مواسير الصغيره بيروح مسخن ودخل دي في دي وراح ايه؟ لا. هي لحمت مع بعضها، زي اللي بنشوفها كده في البيوت. بيعملوا توصيلات الميه دلوقتي، لان كل التوصيلات دلوقتي اللي هي الايه؟ البلاستيك. وللاسف هي مواسير اسرائيل كلها. لان المواسير الحديد والحاجات بتاع زمان دي نيله. انا ليها حاجه مشهوره حصلت في بيتي واصله لدخلت الميه السباكه الله يسامحه جايبها حديد المفروض يقف ويركب البلاستيك بعد كده في المكتب. فالجاسكس دي اللي هي بتبقى زي الجوانات والتوصيلات والحاجات الداخليه. لا
خارج منه هو كيو اس. الميه اللي ماشيه جوه الريزر ده هي ايه؟ هي كيو اس نفسه. ماسوره طالعه في الارض كده راكب على الرشاش. الرشاش ده بيطلع لي تصرف معين. الميه اللي ماشيه من الماسوره دي ايه؟ هي نفس التصرف. طيب هنبدا بالرايزر الاول اسهل حاجه. الرايزر ده. هقول الكيو بتاعته هي كيو اس. الماسوره دي طولها متر متر ونص بترم كتير قوي. ماسوره قصيره تصميمها بيبقى سهل قوي. هنقول ان افترض ان الكروستي تساوي 1.2 متر على السنه. يبقى الداليا بتاعته تساوي كيو على بي تساوي باي دي سكوير على 4. هطلع من هنا على طول بايه؟ قدام بتاعته. مسؤولة عادية خالص ما بيلحقش طولها صغير ما بيلحقش تقد في الضغوط فبصممها عادي خالص. اختار السرعة اجيب الاريا باي دي سكوير على 4 اطلع الكيو دي. الدايمتر اللي يطلع ده يطلع بقى تلات اربع بوصة بوصة زي ما يطلع. بتجيبه من ايه؟ من السوق بالقيمه اللي انت ايه؟ اللي انت عايزها قريب من اللي انت عايزها. في جدول هيبقى جيبل دي او تاخده من المعيدين او تاخده من حكيم ربنا يشفيه اللي اتفرج غريب بقول له يا ريت. الجدول ده موجود في الاقطار القياسيه اللي بتطلع من المصنع. مش بيطلع اي اقطار كده وخلاص. بس ما فيهوش الاقطار الصغيره دي. الجدول ده بادئ باين من حاجه و40 من 45 مللي او حاجه كده او 43 مللي او حاجه كده. وده بتاع البي بي سي لغايه 400 مللي، البي بي سي فيه لغايه 600 ممكن، بس مش موجود الجدول ده الا موجود فيه لغايه 400 مللي متر القطر اللي ايه الخارجي بتاعه. طيب، تاني حاجه اللي بشوفها من فوق اللي هو الاستريكر هنا. والعلامات الاكس هي السبريكلر هيد والدايره دي دايره الرش. بس لاحظها انها دايره دايره كامله كاني جوه المعمل او في حاجه مغلقه. لما اطلع بره في الهواء ما تلاقيهاش دايره، لا العمليه ايه؟ باظت. لذلك تلاحظ ان في تداخلات قريبين من بعض. قد تكون الدايره دي 30 متر وتلاقي المسافه بين الرشاش والرشاش 12 او 15. بالمناسبة الأطوال بتطلع تحت المواسير أطوال هي قياسية كمان من المصنع مش أي أطوال. فبتبقى مضاعفات الثلاثة متر. على حسب القطر يحدد الطول. الأقطار الكبيرة تلاقي أطوالها إيه؟ صغيرة. الأقطار الصغيرة تلاقي أطوالها إيه؟ طويلة. دكتور يعني الرشاشات دي على طول الريزر كده ولا فوق بس الاسبرينكلر؟ لا فوق خالص. لا دي ماسوره طالعه كده مركب عليها الايه؟ الرشاش ده. تخيل كده الرشاش ده. وعمال بقى يلف كده. طب ايه التدخلات دي ايه بقى؟ دايره الرش بتاعته وبيرش مساحه كده. لو جوه في المعمل هيعمل لي دايره كده. تمام. خلاص؟ والتاني هنا يعمل دايره. لازم يغطوا بعض. ليه؟ لما انتقل بره في الهواء هيحصل ازاحه. ايوه. فهتلاقي مناطق واخده ميه اكتر ومناطق ما واخده ميه اقل. فالاوفرلابز ده بالاضافه ان الميه وهي خارجه من الرشاش ده هي عباره عن فونيا كده او نوزل بيرش الميه. بيرش على المسافه دي. ده نصف القطر 15 متر او 12 متر بتاعت الرش. فهو بيرش يطلع رذاذ كده. ده بيلف كده يغطي الارض. فهتلاقي التوزيع مش منتظم. برضه فالتداخلات دي عشان عمليه التعويض. ان كل الارض تاخد ميه تقريبا قد بعضها. طيب احنا نقول بقى ليه؟ افرض ان الخط ده كده اللي هو الاكرد اللي عليه الدوائر ده طوله 120 متر. ناخد مثال سهل يعني. والرشاشات دي هحطها كل 12. ليه 12؟ ليه 12؟ انا هخليها مضاعفات ال 3 متر. عشان المواسير بتطلع بمضاعفات ال 3 متر من المصنع. يبقى 6 9 12 وهكذا 15. فلو طوله 120 وهو كل 12 يبقى في 10 رشاشات على الخط ده. خلاص؟
طيب الخطوط اللاترالز دي جايه برضه من خط كده برضه ده بواسير المسافات برضه ما بين الخطوط دي خليها مضاعفات الايه؟ 3 متر يا كمان. طيب اصبح دلوقتي كل علامه اكس دي اللي هو سبرينكلر مسؤول عن مسافه ايه؟ المسافات دي هنا كده على الخط اللاترال اسمها اس اس، مسافات الخطوط اللي اسمها اس ايه؟ اس ال. يبقى انا هتخيل ان عامل جريد على الاقل دايرته هي الدايره دي صح؟ اروح للخانه الثانيه جبت الاس الكي ال هي بتساوي اس ال على دي عارف الدي يبقى اجيب الاس ايه؟ اس ال يبقى جبت الاس ال اللي انا عايزها. طب طلعت الاس ال المسافه بين الخطوط اي رقم ما اخدوش اي رقم ده ما اخدوش كده لا برضك اصححه واخده مضاعفات الايه؟ ال 3 متر عشان دي كل دي مواسير مش عارف كل شويه اقص في المواسير واضيع واهدر الايه؟ الاطوال، لا انا عايز اخد الماسوره بطولها كده واحطها واركب اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها وهكذا. عشان نوفر في الايه؟ في التكلفه وفي العماله وكل الكلام ده. دكتور نعم اخد بالزياده ولا بالنقصان؟ زي ما انت عايز. يعني انت هتلاقي بتزود شويه او تنقص شويه. مش هتفرق، لان كله هينعكس على الكيو. انت عايز تسال على حاجه؟ الايه؟ ده فاكتور يختلف على حسب سرعة الرياح. أشوف سرعة الرياح كام في المنطقة أطلع الفاكتور كي اس وكي ال. إيه؟ خدي نموذج خدي كده مثال للويندوز. سبت الويندوز بتاعي. تروح تاخد أوت بوت طلع كي اس وكي ال الاثنين على نفس اللاين. أول مرة بجيب على فرد اس اس بجيب الدي باخد الدي في الفاكتور الثاني اجيب الاس ال اصححها طبعا اس اس تمام يا جماعة؟ طيب حصلت على اس ال اس اس ابتديت جبت ايه؟ الكيو اخد الكيو دي اللي انا جبتها او الرشاش ده انا عايز رشاش ليه تصرف معين. مين قال بقى ان التصرف ده موجود او الرشاش ده موجود؟ هنزل السوق بقى ادور بقى ادور في الكتالوجات اللي عندي على النت في اي طريقه مصنع اروح لواحد تاجر بيبيع المعدات دي او الحاجات دي الاجهزه دي ادور عنده. عندك رشاشات تطلع لي التصرفات دي؟ اه خلاص خدته.
لا يبقى هاخد واحد ايه قريب للقيمه اللي انا حسبتها. ايه اللي بيفرق بقى؟ جبت كيو جديده هيحصل ايه؟ تغيير في الارقام بس. اسهل حاجه تتغير الابلكيشن ريت. ما انا هسبب بقى الاس اس والاس ال دول. يبقى انا الابلكيشن بدل ما كانت 20 بقت 18 بقت 22 مش فارقه. خلاص؟ يبقى انا كده جبت اروح بطلع بقى النموذج ده اللي عطوني الرقم. لما بيديني النموذج ده باقي معاه ايه بقى؟ لو بصيت في الكتالوج بتاعه هيقول لي الرشاش ده اسمه كذا رقم او اسم او اي حاجه. بيطلع تصرف مقداره كذا. دايرة الرش بتاعته النموذجية اللي هو في المكان المغلق كذا متر. دول بيطلعوا كده لو اشتغل على بريشر هيد اتش نوت او بريتي بريشر هيد مقداره كذا. ويديني حاجة تانية أنا ما ببصلهاش، الفواني بتاعته أو النوزلز بتاعته دي نصف قطرها كام؟ كام مللي؟ اللي هي اللي بتطلع الماية دي. التصنيع بتاعه بقى بيديك المواصفات كلها. خلاص؟ يعني مثال سهل قوي كده، مسألة سهلة مقولة في السلايدز. عطينا دايمنشنز معينة وفرضنا دخلنا الجدول وطلعنا صححنا اس ال على فرض اس اس وجبنا الكيو طلعت ب 3 بوينت 375 متر مكعب على الساعة. اروح ادور اختار النموذج اللي قدامنا ده طلع لي ان الكيو 3.8 متر مكعب على الساعه ودايره الرش 34 متر والمتر مكعب اتش مود اشتغل عليه كان 35 متر. فده النموذج اللي انا حصلت عليه. طيب تعال بقى نشوف بعد كده البايسر. أول حاجة بالبايسر أنا صممته الرجل خلاص. تعال نشوف النهارده الرجل. أنا أعطيك مثال من شوية وقلت إن اللطرة اللي طوله 120 متر والمسافات البينية بين الرشاشات 12 يبقى عليه كام رشاش؟ 10. كل واحد بيطلع كيو. يبقى اول الخط ده داخل فيه كام؟ 10 كيو. وكل مسافه كل 12 متر تنقص واحده. يبقى هو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. صفر يعني ايه؟ يعني هات الخط. خط رحت مطببه خلاص. ماشي؟ يبقى الديسشارج متغير على الخط ده. خلاص؟ هتشوف حاجة دلوقتي نفتكرها خدتوها في الترم الأولاني في الفلويد ميكانكس اللي هو الماسورة البرفريتد أو المثقبة تحسب الهيد لوس عليها إزاي. طيب أولاً نشوف كأنها ماسورة الأول سوليد ما عليهاش أي فتحات ماشي فيها فلو ثابت. الرسمة اللي تحت ده الديستريبيوشن بتاع الكيو كونستنت كيو ثابتة بينما الهيد في أولها عشان الماسورة دي طويلة شارج كبير فيها بيحصل احتكاك فالهيد بيجرى له ايه؟ يتناقص. اولها اتش 1 واخرها اتش 2 الفرق ما بين الدلتا اتش اللي هو الهيد لوس. لو عندي ماسوره الشارج كونستنت عليها طولها ال احسب الهيد لوس ازاي؟ عندي معادلات اللي انت خدتها في الفلويد ميكانكس. معادله اضبط معادله اللي كانت درس وسباخ اكويشن بس عيبها ان الكوفيشن اوف فريكشن بتاع الاف صعب الحصول عليه فمش هنستخدمها. هستخدمها كعامل مساعد ليا في ديريفيشن لمعادله معينه لكن لما اجي اطبق في معادلات مش هستخدمها خالص. هستخدم معادله ثانيه بتاعت هازن ويليام اسهل شويه من المعادله بتاعت دارس مسباخ اكويشن. الهيد لوس بتاع الماسوره دي هجيبه من المعادله اللي قدامي. المعادله بتقول ايه؟ ان الهيد لوس بالمتر يساوي 1.21 10 باور 10 كيو على سي باور 1.852 ال على دي باور 4
0.87. المعادله دي بتطلع لك هيد لوس بالمتر بس بتركيبه اليونتس اللي قدامك. احنا ايه بقى؟ الكيو باللتر على الثانيه والديامتر بالمليمتر واللينس بالمتر. التشكيله دي داخل جوه الكونستنت اللي هو 1.21 باور 10 باور 10. ليه بقى انا قصدي نكتب اليونت دي اللي ملخبطاك شويه؟ لان الديسشارجز لو صغيره هتغلط فيها وانت بتكتبها بالمتر مكعب على الثانيه. الديامترز لو صغيره هتغلط فيها وانت بتكتبها بالمتر. فالافضل ان اكتبها بالارقام الكبيره الوطن مليمتر ولتر على الثانيه، تبقى الامور اسهل ليك وانت بتكتبها في الايه؟ في المعادله. طيب هستفيد من الكلام ده بايه؟ انت في الفلويد ميكانكس اثبت الماسوره البرفوريتد لو حسبتها الاول على انها سوليد وجبت القيمه دي وضربتها في فاكتور طلعناها بتلت قيمته تساوي تلت يديلك كان الماسوره دي برفوريتد او كانها مثقبه او الدستشارج بتاعه يتناقص منها. التلت ده هنثبته تاني عشان اذكركم بالموضوع ده. طيب انا هستفيد بيها في ايه بقى؟ اللاترال ده اللي كل شويه عمال يخرج ميه للنزل اعتبرها كانها مسوره بالفريم. هحسب الهيد لوس الاول على انه كده كانها ثابته واروح ضاربها بفاكتور. التلت ده بالطريقه اللي هنتكلم عليها بعد كده بيكون لما النمبر اوف اوتلتس ده بيقول الى ارقام كبيره. يعني يكاد يكون ما لا نهايه. لا هو بعد رقم 30 او حاجه و20 لا مش فارق كتير الرقم ده. تلاقيه بيثبت عند 0.37 وكذا. لكن هنعمل ايه؟ في فاكتور يتوقف على حسب عدد السبرينكلرز. يعني المثل اللي قلته عليه 10. هلاقي ال 10 دي اخد رقم 10 ادخل في تيبل اطلع الفاكتور ده على طول. واضربه في المعادله دي يطلع لي الهيد لوس للماسوره اللي هي الايه؟ اللاترال. يبقى احنا هنقول ان في حاله اللاترال النزل خارجه باستمرار تسريع التصرف بيتناقص الهيد لوس بيبقى ترجيع الهيد احنا الليدر بالشكل ده يبقى الهيد لوس يساوي الهيد لوس على السبلاي بايبس اللي هي النمبر اوف ريتد بايب بضيف الفاكتور اف او اف داش. اف او اف داش دي مش عارف تشغل دماغك بيها قوي هي ايه؟ ان انا على طول الخط اللي كنا راسمينه شويه اهو الخطوط دي واحده من الخط كده اول مسافه هنا دي لو هي اس على 2 نص مسافه يعني مثلا ايه؟ ال 120 12 او 6 12 12 12 12 واخر واحده يبقى 6. السته الاخيره دي انا بطبق فيها الايه؟ الخط. يبقى كل واحد فعلا سنتر تو سنتر يطلع ايه؟ ال 12 متر. لو هو اس على 2 باخد مسافه اف داش. الرسمه اللي قدامك دي مقلوبه لتيبل. مش هتستخدم الرسمه. ولا هتستخدم لها معادله، لا معادله. هنستخدم تيبل. الفاكتور اللي هناخده اف داش هو اقل من الفاكتور اف هيبقى على حسب الان تخش تطلع الفاكتور اف داش اللي بتستخدمه في الايه؟ في المعادله. خلاص يعني بمنتهى البساطه مش هتطلع دماغك. هتعرف المثال اللي قلت عليه ال 120 على 12 يبقى 10، اخش ب 10 في الجدول اطلع الفاكتور اف داش بكام؟ لو دي كيو يبقى طول ايه؟
ان في مدخل القفص داخل عليا كده كيلو خد من هنا ايه؟ زيرو. ولو النوزل دي او الكريبه دي كتيره فاقدر اعتبر فين لود يونيفورملي ديستريبيوت على الخط ده، فتقدر اقرب الخط ده المسلم هو الحق اعمل كده. اشيل ان الكيو اكس تبقى هي كيو اكس في ال ماينس اكس او كيو في ال ماينس اكس، كان نوع من التبسيط للمساله. ففاضل برجع كامل وفك القوس، هلاقي في النهايه ان القيمه بتاع الهيد لوس بيساوي تلت القيمه بتاع الهيد الاصلي بتاع المعادله الايه؟ لو كانت سوليد باي. ده التلت ده لما يكون الان العدد لا نهائي او العدد كتير، لذلك انا قربت النزول ده كانه خط ايه؟ وكان الكيو الكبيره تساوي الكيو الصغيره في اللينس، كانه يونيفورملي لود يعني يونيفورملي ديستريبيوتد لود على الخط نفسه. انا بقى هستبدل التلت دي بقيمه الفاكتور اف داش، وبمنتهى البساطه هتخش في الجدول طبقا للعدد تجيب الايه؟ تجيب الاف داش تضرب في المعادله يطلع لك الهيد لوس على طول على الايه؟ على الخط. طيب تعالوا نشوف حته الخط بتاعنا عندي النقطه اللي هو سلام لا نهاية لا نهاية داخل كده من الأول. الأول هنا كيو رقم خارج زيرو. تعال شوف الهيد الهيد بتاعه لو ده كده الهيد الهيد ده مش واحد وبعد كده بيتناقص يروح كده لنهاية الخط اتش 2 والفرق ما بينهم هو اتش اف ال اللي بيبص على دبليو. طيب على طول الخط ده في سبرينجر او سبرينجر هنا صغيرة كده ايه؟ كل واحد يطلع كيو دول ما تبقاش كل مسافه في ديسشارج خارج. خلاص الخط المتوسط الخط بقى لما اجيب الامل والكلام ده يطلع لي حاجه زي كده. هتلاقي حوالي 47% من المسافة كلها اللي عاملهم في الخطة
ثلاثة. واحد لإيه؟ لثلاثة. يبقى معناها كده إيه؟ ده أوريدي في الحتة بتاع النزل، يعني إيه؟ يعني آخر نزل هنا عايز تشيلوت بس بيقل شوية. أول وقت أنا عايز تشيلوت بس زايد عشان الهيد هنا أعلى. طيب قالوا لي الكلام ده يقول لي ان الاتش 1 هتساوي اتش نوت زائد 3 ارباع الاتش الهيد بوس الاتش اف ال والاتش الاخر 2 تساوي اتش نوت ناقص ربع الاتش اف ال. يبقى الهيد متغير على الخط بدل ما